مرحبا. وفقا لتقديرات الخبراء، فإن الشخص العادي يسير في العام الواحد مسافة تتراوح بين 240 و290 كيلومتر. ألا يثير ذلك الرقم دهشتك ويدفعك للاهتمام براحة قدميك وارتداء أحذية مريحة؟ حسنا، إذا كنت تفضلين ارتداء أي من الأحذية التالية، فقد يؤدي ذلك إلى إصابتك بأضرار لا تقتصر على قدميك فحسب، وإنما تشمل جسمك بأكمله. لنبدأ بأشهر حذاء. رقم 1. حذاء الكعب العالي. قد يمنحك حذاء الكعب العالي مظهرا فاتنا وشعورا رائعا بالثقة، لكنه في الواقع أسوأ كابوس لقدميك. في دراسة أجريت بجامعة مانشستر متروبوليتان، تبين أن المواظبة على ارتداء أحذية الكعب العالي بانتظام تجعل عضلات السمانة أقصر بنسبة 13%، والأمر لا يقتصر على ذلك، ففي عام 2015 نشرت جامعة ألاباما إحصائية مرعبة مفادها أن أقسام الطوارئ بالمستشفيات قد استقبلت ما يزيد عن 120 ألف امرأة تعرضت لإصابة بسبب أحذية الكعب العالي على مدار 10 سنوات بين عامي 2002 و2012. وهذا لا يثير دهشة الخبراء، لأن حذاء الكعب العالي له سمعة سيئة بالفعل من الناحية الصحية، فهو يسبب التواء الساق ونمو الأظافر للداخل وتلف الأعصاب وآلام أسفل الظهر. لكن من جهة أخرى لدينا نبأ سار، ليس عليك التخلي عن ذلك النوع من الأحذية لحماية قدميك، إذ تقول دكتورة إيميلي سبليكل المتخصصة في أمراض القدم ودراسة الحركة البشرية أن ارتفاع كعب الحذاء بمقدار 7.5 سنتيمتر أو أقل لا يضر بالقدمين، أما إذا كان أعلى من ذلك فإنه يؤدي بالفعل لتغيير الميكانيكا الحيوية لحركة المشي لديك. لذا احرصي على اقتناء حذاء لا يزيد ارتفاع كعبه عن 7.5 سنتيمتر، هكذا تتمتعين بمظهر أنيق دون التضحية براحة قدميك. رقم 2. حذاء النعل العريض. على الرغم من أن أحذية النعل العريض تبدو جميلة بالفعل، إلا أنها تضر قدميك بشدة. هذه الأحذية تفتقر إلى المرونة ويكون نعلها قاس للغاية، ولذلك لا تسمح لقدميك بالانثناء، وهو ما يتعارض تماما مع المشية الطبيعية للبشر. ويقترح الخبراء التوقف عن ارتداء هذا النوع من الأحذية للحفاظ على صحة قدميك. ومع ذلك إذا أردت ارتداء أحذية النعل العريض، تنصح دكتورة هيلاري برينر من الجمعية الطبية الأمريكية لطب القدم بضرورة التأكد من أن كعب الحذاء ليس أعلى من مقدمته، فذلك سيساعد في تقليل الضغط على عظام مشط القدم الذي تسببه أحذية النعل العريض ذات الكعب المرتفع. رقم 3. نعال أبو إصبع. هل تعتقدين أن هذا النوع هو أكثر الأحذية راحة على الإطلاق؟ حسناً، صدقي أو لا تصدقي، نعال أبو إصبع ترتبط بمخاطر حقيقية. مبدئياً هذا النوع يؤدي لاحتكاك الجلد بين أصابع قدميك ليسبب بثوراً قبيحة ومؤلمة، وعلاوة على ذلك فهو لا يدعم قدميك بشكل صحيح، ما قد يسبب اعوجاج الكاحلين والركبتين. وأخيراً ارتداء نعال أبو إصبع يتطلب أن تظل قدميك متشبثة بحزام النعل، وقد يؤدي ذلك بمرور الوقت إلى تشوهات في أصابع القدمين والعظام. بدلا من ارتداء نعال أبو إصبع في فصل الصيف، يمكنك اختيار صندل مفتوح، فهو خيار عصري ومريح للغاية. جرب ارتداءه طوال يوم كامل وسوف تلاحظين الفرق بنفسك على الفور. رقم 4. الأحذية المسطحة. حسنا، السبب في اعتبار أحذية الكعب العالي وأبو إصبع والنعل العريض أحذية سيئة قد يكون بديهيا، ولكن ماذا عن الأحذية المسطحة؟ ما مشكلتها؟ حسناً، الأحذية من هذا النوع لديها بالفعل مشكلة كبيرة، فهي لا تدعم تقوس القدمين مطلقاً، ما يضع المزيد من الضغط على العضلة التي تربط بين الكعب وأصابع القدم ليسبب إجهاداً مستمراً يؤدي إلى آلام ركبتين بل وآلام أسفل الظهر أيضاً. ولتجنب هذه المشكلة لست بحاجة للتخلي عن حذائك المفضل من هذا النوع، يمكنك الاستعانة بفرش طبي مخصص ليدعم تقوس القدمين، وهكذا حلت المشكلة. ليت كل مشاكلنا في الحياة تحل بهذه البساطة. رقم 5. الأحذية المدببة.
الأحذية المدببة تبدو رائعة دوماً وتناسب مختلف الأزياء، وتمنحك شعوراً بالقوة والثقة على تخطي ما يواجهك أياً كان. لكن من المؤكد أنها ليست الخيار الأفضل لصحة القدمين، لأن الأحذية من هذا النوع تضغط على قدميك بشدة، وهذا شيء غير مريح إطلاقاً، لا سيما مع الأقدام العريضة. وهذا الضغط الزائد قد يسبب العديد من الأضرار مثل آلام الأعصاب والبثور وتورم مفصل إصبع القدم الكبير، والأسوأ من ذلك أنه قد يؤدي إلى تشوه مؤلم يسمى إصبع المطرقة. يصيب أحد أصابع قدميك، عادة ما يكون الثاني أو الثالث، حيث ينحني أو يتقوس للأسفل بدلا من اتجاهه الطبيعي إلى الأمام. إذا كنت لا ترغبين في التخلي عن أحذيتك المدببة المفضلة لديك، فعلى الأقل ينبغي تقليل تأثيرها السلبي من خلال الحرص على اختيار مقاس ملائم يمنح قدميك الراحة التامة. وتذكري دائما أن إحساسك بضغط الحذاء على قدميك ولو بأدنى قدر يعني أن هذا المقاس لا يلائمك بالتأكيد. رقم 6. الأحذية الرياضية. كما يتضح من اسمها، فهذه الأحذية رائعة للجري والتمارين الرياضية، لكنها لم تصمم كي ترتديها بصفة مستمرة في حياتك اليومية. والسبب الحقيقي لذلك هو أن المرونة والنعومة الزائدة التي تتسم بها هذه الأحذية حيث تضر بقدميك على المدى البعيد. ومع ذلك، إذا كنت تحبين هذا النوع من الأحذية ولا تريدين التخلي عنها، فعلى الأقل ينبغي عليك اختيار حذاء رياضي ذو نعل أقوى بحيث يوفر الدعم لقدميك ويكون مريحا وخفيفا أيضا. وعموما، مهما كان نوع الأحذية المفضلة لديك، إليك بعض التوصيات البسيطة التي ينبغي اتباعها عند شراء حذاء لضمان راحة قدميك والحفاظ على صحتهما. أولا وقبل كل شيء، يفضل أن تذهبي لشراء الأحذية في فترة بعد الظهيرة، لأنه بحلول هذا الوقت ستكون قدماك قد تمددت قليلا بصورة طبيعية نتيجة استخدامها لساعات عديدة. إذا قمت بالتسوق في هذه الفترة، سيكون من السهل عليك العثور على حذاء رائع يشعرك بالراحة طوال اليوم. ثانياً، قومي بقياس قدميك بصفة منتظمة. تقول دكتورة جاكلين سوتيرا المتخصصة في جراحات القدم أن أقدامنا تتغير تغيراً كبيراً بمرور الوقت، إذ يزداد ارتخاء الأربطة والأوتار عاماً بعد عام. وعلاوة على ذلك، فإن تأثير الجاذبية ووزن الجسم يجعل أقدامنا تتمدد للخارج وتصبح أعرض وأطول. ولهذا السبب تجدين أن حذاءك الذي كان مقاسه ملائما لم يعد كذلك بعد فترة. لذا قبل ذهابك إلى المتجر، قومي بقياس قدميك لتحددي ما تبحثين عنه بالضبط. هناك خدعة أخرى مهمة، وهي أن تأخذي معك رسم طبعة لقدمك. قد يبدو هذا غريبا، لكنها من أفضل الطرق لمعرفة ما إذا كان قياس الحذاء الجديد يلائمك أم لا. ما عليك سوى وضع الأحذية التي تريدين شراءها فوق الرسم، إذا كانت أضيق أو أقصر فهي لا تناسبك بكل تأكيد. فحص النعل هو خطوة أخرى مهمة يغفل عنها كثير من الناس. من المفترض أن يوفر النعل حماية فعالة لقدميك إذا سرت أو دعست بها على شيء حاد، وفي الوقت نفسه يكون مريحا للقدم كالوسادة. هل تتذكرين كيف تكون أحذية النعل العريض صلبة جدا، بينما الأحذية الرياضية مرنة للغاية؟ خير الأمور الوسط. يجب أن يكون حذاؤك متوازنا ليجمع بين المرونة مع قدر من المتانة وقوة التحمل. إذا اجتاز الحذاء كل هذه المراحل، حان وقت تجربته عمليا. ارتديه وقفي قليلا. كيف الحال؟ هل هناك أي ضغط على قدميك؟ قومي بالضغط على مقدمة الحذاء لمعرفة ما إذا كان هناك فراغ بين أطول أصابع قدمك والحذاء. عدم وجود هذا الفراغ يعد علامة سيئة، وتعني أن قدميك لن يكون لديها مساحة كافية للتمدد أماماً، ما يصعب عليك المشي بهذا الحذاء. وأخيراً، تفقد الحذاء من الداخل بحثا عن أي زوائد أو خياطات وغيرها من الأشياء التي قد تجعله غير مريح. إذا كان كل شيء على ما يرام، يمكنك ارتداؤه بثقة والبدء في استعماله. الأحذية الملائمة يجب أن تشعرك بالراحة والخفة والمرونة، وليس هناك من ضرورة أبدا لشراء حذاء غير مريح على أمل أن يلين مع الاستعمال.
لماذا تعرضين قدميك لهذه الضغوط المؤلمة بينما يمكنك الحصول على أحذية مريحة تماماً من البداية؟ حتماً ستجدين حذاءً ملائماً وجميلاً. لا تتنازلي أبداً عن راحة قدميك، فكما تعلمين راحة الجسم تبدأ من القدمين. ما هو الحذاء المفضل لديك؟ أخبرينا في التعليقات. لا تنسي الضغط على أعجبني هذا الفيديو وشاركيه مع صديقاتك، وانقري على اشتراك لتكوني دائماً على الجانب المشرق من الحياة.